فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل معنى ذلك أن الصلاة باطلة؟ نعم، هو الظاهر من الحديث، لا صلاة لفذ خلف الصف. رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد، وهذا مذهب الجمهور. شيخ الإسلام اختار أنه إذا لم يجد مكانا في الصف ولم يأتي أحد يصف معه يصلي وحده خلف الصف، لأن المصافة واجب يسقط عند العاجز، وهذا عاجز عن هذا الشر، ولكن الجمهور لا، يقوله لا، ما يصلي خلف الصف للحديث: لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.